طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله. نبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يصبح الطقس الصافي 27 درجة مئوية، الملموسة 26، الرطوبة منخفضة حوالي 18%، والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأها شمالا. سكاكا تفرق لبعض الغيوم 33 إلى 21، عرعر 34 إلى 21، تبوك 32 إلى 18. المنطقة الغربية جدة رياح نشطة 36 إلى 27، المدينة المنورة 42 إلى 29، مكة المكرمة تريبة مثارة 41 إلى 29، أما الطائف 35 إلى 24. المنطقة الجنوبية الغربية أبها 33 إلى 19، الباحة 31 إلى 23، أما جازان 34 إلى 30. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام طقس حار 44 إلى 29، الإحساء 45 إلى 28، أما حفر الباطن 44 إلى 29. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 42 إلى 28، بريدة تفرق لبعض الغيوم العالية 41 إلى 27، أما حائل 36 إلى 24، مع تفرق للغيوم العالية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.